احنا طلاب اعداديه المصطفى، صار لنا سنتين نعاني لين ادبي، خبصونا خبيصه لين ادبي، كل ساعه حولونا على مدرسه، حولونا للظهري. يعني احنا عندنا الحكيم، الحكيم كله تعرفه شوارعها مكسره والشوارع بها اصلاحات، يحاولون يعني الطلاب ما تقدر تجي المدرسه، يعني ظهري من سنتين يبدي لستة، ظهري ما نقدر نداوم، احنا عندنا شغل وعندنا دورات. احنا طلاب محافظه واسط اعداديه المصطفى، طيب ابناء التعليم الادبي، صار لنا سنتين نعاني من هاي المشكله، يعني يريدون يحولون دوامنا مسائي، احنا ما نقدر المسائي الا صباحي، يعني دورات وما نقدر ندرس من هاي المشكله، صار لنا سنتين نعاني من يمها، يريدون يحولون دوامنا ظهري، احنا ما نقدر، طلاب سادس يعني ما نقدر، فاتتنا مواد دورات عندنا ما نقدر يعني نداوم مسائي. قابلتوا التربية شنو سوى؟ قابلنا التربية، بتقول ما جاي تودي قرار للمدير، المدير ما يقبل. لا كتب، صار لنا اسبوعين ما مداومين وشطرونا، نروح للمدرسة قالوا شطرونا بيهم ما يستقبلونا، نروح للمدير مالتنا يقول صدرنا كتاب وروحوا للمدرسة، هسه احنا جايين للتربية جاي نشتكي وصار لنا اسبوعين ما مداومين، لا كتب لا رحلات، واحنا مرحلة يعني بس الأدبي سووا وياه هيجي، شطروا بس الأدبي، ها صار لنا سنتين، ها مشكلتنا جات الكرات. مدير المدرسة يريد يسوي المدرسة بس علمي، يريد يطلع الأدبي يسوي لنا مسائي، احنا سادس احنا عندنا دورات يحولنا مسائي، دورات ما لحق، الدورات لازم العصر، احنا غير كنا صبح لازم العصر الدورات، هسه مسائي ما نقدر، ما لحق عاد الدورات العصر، ما حد يستقبلنا، يعني حتى دورات ما لحق، صار لنا اسبوعين ما بدو، يعني طالب سادس صار اسبوع ما بدو شيء، غير لازم نفتهم من البداية، يعني بداية السنة كل شيء ما مفتهمين.